بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت 65. يقول يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل في عال ردا طردا لهذه المقيسة، فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة؟ فهنا يقول وهبك، يعني وهب أنك، وهبك يعني وهب أنك، وهب معناها افرض أو قدر، أنك رفعت اللوم عن كل فاعل في عال ردا، والردا هو الإيه؟ الهلاك. يعني لو أنك قدر يعني في نفسك وافرض أنك رفعت اللوم عن كل فاعل في عال ردا، يعني عن كل من يفعل أفعالا قبيحة رفعت عنه اللوم طردا لهذه المقيسة. لكن مر بين الطرد، مصطلح الطرد والعكس، الطرد اللي هو الايه في القياس، يعني العلة او الوصف الصالح للتعليل، فالطرد اللي هو حيثما وجد هذا الوصف وجد الحكم، يبقى هذا هو الايه الطرد. فقال طردا لهذه المقيسة، مقيسة يعني القياس، يعني اطرادا لهذا القياس ان كل من فعل، لان طبعا كما مر بنا هذه القصيدة ناظمها يرد على رجل رافضي نظم أبياتا على لسان ذمي يهودي أو نصراني، وأن هذا الذمي إيه يعني يتكلم أنه كفر والعياذ بالله تعالى، وأن هذا الكفر ليس باختياره وأنه بتقدير الله تعالى، فلماذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى؟ فهنا يقول وهبك، يعني افترض أنك رفعت اللوم عن كل فاعل في عال ردا طردا لهذه المقيسة، فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا؟ يعني هل يمكنك أن تعذر جميع الناس إذا أساءوا وفعلوا القبائح؟ قال وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، فلا تضمن النفس ومال بمثله، ولا يعقب عاد بمثل الجريمة. يعني فهل بالإمكان أن نترك عقوبات المعتدين وأن نترك الإنصاف بين الرعية؟ ومن الإنصاف أن نعاقب الظالم ونأخذ منه الحق ونرده إلى صاحبه. فهل يعني إذا كان الظالم والمعتدي على قولك أنه ليس ملوما، فلماذا ننصف منه المظلوم؟ طالما أن الظالم قد فعل ما فعل بقدر الله تعالى، فلماذا نعاقبه ولماذا نأخذ منه الحق قسرا ونرده لصاحبه؟ فلا تضمن النفس ومال بمثله، يعني من اعتدى على آخر في نفسه، من قتل آخر فلا يقتل، ومن أخذ مال آخر فلا نعاقبه ولا نغرمه مثل هذا المال. ولا يعقب عاد بمثل الجريمة، العادي اللي هو المعتدي الظالم، لا يعقبا يعني لا يعاقبا، لا يعقبا هنا بمعنى لا يعاقب، يعني والنون للتوكيد، يعني ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة، يعني المعتدي لا يعاقب على جريمته. قال وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النزل؟ ما وجه حيلتي؟ والنزل هو الخسيس. فيقول يعني هل تقبل عقول الناس أو تقبل فطر الناس وطباعهم أن يقول شخص يعني خسيس يفعل القبائح ويتعدى على الناس ويقتل هذا ويأخذ مال هذا؟ فهل
عقول الناس أو طباعهم السليمة وفطرهم هل تقبل أن يعتذر ويقول ما وجه حيلتي، هذا الشيء قدره الله علي فلا تؤاخذوني به. قال ويكفيك نقضا، بيت 70، قال ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمتي. قال ويكفيك نقضا، يعني يكفيك مما ينقض قولك، يعني يرده ويبطله، ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون، ما بجسم الآدمي الصبي والآدمي المجنون، وكل بهيمة، وما بجسم البهائم من الألم المقضي من غير حيلتك. الألم المقضي يعني المقدر عليهم، من غير حيلة يعني من غير اختيار منهم، من غير اختيار منهم. وفيما يشاء الله أكمل حكمتي، والله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة فيما يشاءه من تقدير هذه الآلام. طيب هذا نقد لماذا؟ يعني هو كلام هذا الرجل اللي هو ابن السكاكيني، هذا الرافضي، ف يعني هو يريد أن يقول، يريد أن يقول إن الكافر طالما أن كفره هذا ليس باختياره وإنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، إذن لن يعاقبه الله تعالى على كفره، وليس من الحكمة أن يعاقبه الله تعالى على كفره، فيقول هذا ينافي الحكمة، وكيف يعاقب وهو قد فعل شيئا بغير اختياره. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يذكر من وجوه الرد عليه أن يقول طيب الآن الصبي والمجنون والبهيمة يقدر عليهم أمراض ويقدر عليهم آلام في أبدانهم، طيب هذا هل هذا يعني بشيء فعلوه باختيارهم فعوقبوا بذلك؟ هم لم يفعلوا شيئا باختيارهم، يعني هؤلاء غير مكلفين، غير مكلفين، فلم يختاروا يعني شيئا يعاقبون عليه وهم غير مكلفين ولم يفعلوا شيئا باختيارهم، وحصل لهم هذه يعني المصائب الدنيوية، فالذي قدر على هؤلاء المصائب الدنيوية مع أنهم لم يفعلوا يعني باختيارهم شيئا يعاقبون عليه شرعا، فهو سبحانه وتعالى ما المانع يعني أنه سبحانه وتعالى يعاقب الكافر على كفره سواء عقوبات دنيوية أو عقوبات أخروية، فكان هؤلاء يعني حصلت لهم آلام مع أنهم يعني مرفوع عنهم القلم وغير مكلفين وحصلت لهم آلام، فما المانع أن تحصل للكافر آلام في الآخرة؟ ما المانع أن يحصل للكافر آلام في الآخرة وهو قد فعل ما يستحق به العقاب؟ أيهما أولى؟ إذا كان هؤلاء يعني حصلت لهم آلام ولم يأثموا بفعلهم، فإذا كان يعني الله سبحانه وتعالى قدر آلاما على من لم يأثم ومن هو مرفوع عنه القلم، فما المانع أن يعذب الله سبحانه وتعالى في الآخرة من كفر بالله تعالى وعصى أمره سبحانه وتعالى؟ وكما أن تقدير الآلام على الصبي والمجنون والبهيمة لا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا معاقبة الله تعالى للكافر على كفره وللظالم على ظلمه لا ينافي حكمته سبحانه وتعالى. يعني نقل هنا الشيخ الحمد في شرحه على التائية، نقل من كلام ابن القيم رحمه الله وغيره بعض الفوائد فيما يتعلق بالحكمة في تقدير الآلام والمصائب على الصبي والمجنون وعلى الإنسان بصفة عامة، يعني بعض الحكم مشتركة بين المكلف وغيره وبعضها قد توجد في المكلف دون غيره.
فمن هذه الحكم استخراج عبودية الضراء وهي الصبر. يعني بعض الحكم خاصة بالمكلف وبعضها مشترك بين المكلف وغير المكلف. فاستخراج عبودية الضراء وهي الصبر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ومنها طهارة القلب والخلاص من الخصال القبيحة، وذلك أن الصحة قد تدعو إلى الأشر والبطر والإعجاب بالنفس، بينما البلاء والمرض قد يعني تنكسر به النفس وتطهر به من الأخلاق الذميمة. وكذلك تقوية المؤمن وامتحان لصبر المؤمن. ومن الحكم كذلك النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية، فيدرك بها العبد كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى، وأن العبد عبد لله سبحانه وتعالى تجري عليه مقاديره. كذلك معرفة قدر العافية، لأن الشيء لا يعرف إلا بضده. فسواء نفس المبتلى إذا ابتلي فترة ثم عوفي، أو من يرى المبتلى، يعني مرات الحكمة لا تكون في المبتلى نفسه ولكن في من يراه فيحمد الله سبحانه وتعالى على العافية ويزداد شكرا لله سبحانه وتعالى. حصول رحمة أهل البلاء من العبوديات التي يستخرجها الله سبحانه وتعالى بحصول البلاء، أن المعافى يرحم أهل البلاء ويتعبد لله سبحانه وتعالى بمساعدتهم وتفريج كربهم. المبتلى نفسه إذا كان مكلفا فهو يتعبد لله تعالى بالصبر والاحتساب، ومن يراه ويقدر على تفريج كربه أو تخفيف ألمه أو مساعدته فيتقرب إلى الله تعالى بذلك. وحصول الأجر والثواب وحط الخطايا وتكفير السيئات، والعلم بحقارة الدنيا وهوانها، والدخول في زمرة المحبوبين لله سبحانه وتعالى، وأن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والإنسان قد يحب شيئا ويكون شرا له، وقد يكره شيئا ويكون عاقبته خيرا. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله تعالى: إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة، كآكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب البرية، فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار أو تعذيب نار مثل جرعة قصتي. فيقول إذا كان في هذا له حكمة، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى له حكمة فيما قضاه سبحانه وتعالى من الأمراض وفيما قضاه من الآلام، مع أن ذلك قد يحصل لغير المكلف وقد يحصل للبهيمة، فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة. فما باله يعني بمن خلق الله سبحانه وتعالى فيه فعلا فعل الكفر، لأن والله خلقكم وما تعملون. فالطاعة والمعصية عمل العبد من طاعة ومعصية هو من خلق الله تعالى. فيقول فما ظنك بمن خلق الله سبحانه وتعالى فيه فعلا ثم عاقبه سبحانه وتعالى على فعله. وطبعا فعل العبد كما مر وكما سيأتي هو باختيار من العبد، ولكنه موافق لمشيئة الله سبحانه وتعالى وتقديره. قال فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة. يقول إذا نظرت في مقادير الله سبحانه وتعالى تجد أنه يعني
مما جعله الله سبحانه وتعالى في طبيعة الأشياء أن هناك أفعالا يفعلها العبد فيتولد عنها عذاب للعبد ويتولد عنها ألم له ومصيبة له. ثم ضرب مثالا بأكل السم، فمن أكل سما فأوجب له الموت. طيب، فهنا العبد إذا أكل سما فعل هذا باختياره، فذهب فأكل سما، هل أكله للسم هذا بتقدير الله أم لا؟ هو بتقدير الله، لكن إيه؟ تولد عنه عذاب له وتولد عنه ألم له بسبب أنه فعل هذا الفعل القبيح، فجعل الله تعالى في طبيعة السم أنه يتولد عنه الموت والهلاك. وكذلك أيضا إيه؟ التعذيب بالنار، من ألقى نفسه في النار أحرقته وآلمته وتولد عن ذلك عذاب له وضرر له، ومن يعني غص بشيء تجرعه، الشيء إذا وقف في الحلق الغصة اللي هو الشيء الذي يقف في حلق الإنسان أو كذا، فإذا الإنسان ابتلع يعني ما لا يسهل بلعه وغص به أو كذا، فالإنسان إذا فعل شيئا من طبيعته أنه يولد له عذابا أو يولد له ألما، ففعله لهذا الشيء هو من خلق الله تعالى ومن تقديره، ولكن في نفس الوقت هذا لم يعفه من ألم يحصل له مما جعله الله تعالى في طبيعة هذه الأشياء. فيقول فكفرك يا هذا كسم أكلته. فإذا الكفر هو مثل السم، كما أن السم يحصل منه الضرر في الدنيا فكفرك يحصل منه الضرر في الدنيا وفي الآخرة. لماذا تستبعد يعني لماذا يعني يستبعد الكافر أن يعذب على كفره؟ قد جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء، جعل أشياء في الدنيا نراها أمثلة ونماذج أمامنا في طبيعتها أنها تضر متناولها، فكذلك الكفر يضر متناوله في الدنيا والآخرة. ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعته، ولا عذر للجاني بتقدير خالقه، كذلك في الأخرى بلا مثنوية. يقول ألست ترى في هذه الدار، يعني في الدار الدنيا، من جنى يعاقب، من اقترف جناية يعاقب، إما بالقضاء وإما بالشرع. إما بالقضاء يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى عليه، كما في قوله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فهؤلاء يعني لما ظلموا عوقبوا بتحريم الطيبات في بني إسرائيل، وكذلك من فعل الحرام وجنى الجناية فقد يعاقبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا بأن يقضي عليه مصيبة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فقال في شريعتنا من ظلم قد يبتليه الله سبحانه وتعالى بمصيبة تحرمه تناول الطيبات، يبتليه بمرض أو يبتليه بفقر أو بسجن أو كذا، فيحرم من من طيبات بسبب الظلم بعقوبة كونية قدرية. بنو إسرائيل عوقبوا بأن شرع لهم جاء في شرائعهم تحريم أشياء من الطيبات شرعا، في شريعتنا قد يعاقب الظالم في الدنيا بمصيبة تحل به غير عقوبة الآخرة إلا إذا عفى الله سبحانه وتعالى عنه وتاب عليه. فإذا الظالم والمعتدي قد يحل به بلاء في الدنيا بتقدير الله سبحانه وتعالى، كما أهلك الله الأمم السابقة بالعقوبات المتنوعة، أخبرنا الله تعالى أنه أهلك عادا وثمود وأهلك قوم نوح وفرعون وقومه، فعاقبهم الله تعالى عقوبات قدرية في هذه الدنيا أو عقوبات شرعية القصاص من القاتل وكحد الزاني وحد شارب الخمر وحد القاذف ونحو ذلك، فهذه عقوبات شرعية جعلها الله تعالى عقوبات في الدنيا على الجنايات. إذن في هذه الدار
نرى نماذج لمن عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا إما عقوبة قدرية وإما عقوبات شرعية كالحدود والقصاص، ولا عذر للجاني بتقدير خالقه. والسارق ليس له أن يعتذر بأنه فعل ما فعله بتقدير الله. وقد ورد في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بسارق فأمر بقطع يده، ثبتت عليه السرقة وأمر بقطع يده، فقال السارق: سرقت بقدر الله. قال: سرقت بقدر الله. قال: ونقطع يدك بقدر الله. قال: ونقطع يدك بقدر الله تعالى، وأمر بقطع يده. فلم يجعل اعتذاره بالقدر لم ينجه من العقوبة الشرعية. أي إنسان اقترف حدا إذا احتج بالقدر يقول الله هذا تقدير الله، هذا لا يسقط عنه الحد الشرعي. وكذلك يعني العقوبات اللي هي القدرية التي تحل بالعصاة والظالمين ممن أهلكهم الله تعالى، قوم نوح وفرعون وقومهم فعلوا ما فعلوا بتقدير الله ولم ينجهم هذا من العقوبة الدنيوية. فكذلك العقاب الأخروي أيضا، كون الكافر قد كفر بتقدير الله والظالم قد ظلم بتقدير الله، هذا لا ينجيه من عقوبة الآخرة. نعم، قوله يقول كذلك في الأخرى بلا مثنويتي، يعني بلا استثناء، بلا فرق أو بلا فرق يستثنى، يعني لا فرق، ليس هناك استثناء للآخرة عن أحكام الدنيا، يعني الآخرة كالدنيا يعني في هذا الحكم. يعني كما أنه في الدنيا يعاقب الله تعالى يعني عقوبات قدرية وشرعية لمن كفر وظلم، فكذلك في الأخرى. وكما أنه في الدنيا قد يعفو عن بعض من ظلم وكذا، والكافر قد يهتدي فيتوب الله عليه ويهتدي فيرفع عنه العقاب، فالآخرة كذلك قد يعفو الله سبحانه وتعالى عن بعض الظالمين، لكن من مات كافرا هذا لا بد وأن يعذب ولا تنفعه شفاعة الشافعين، لكن من مات على غير الكفر هو تحت مشيئة الله، كما أن الظالم في الدنيا والفاسق وكذا هو تحت مشيئة الله، قد يعاقبه وقد يتوب عليه. قال: وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبته. وتقدير رب الخلق للذنب، تقدير الله سبحانه وتعالى للذنب موجب، والموجب هو السبب والعلة، يعني تقديره سبحانه وتعالى للذنب موجب، يعني هو العلة والسبب في تقدير العقوبة لتقدير عقبة الذنب. والعقبة هنا عاقبته، والمقصود هنا عقوبته. فإذا تقدير الله سبحانه وتعالى يعني للذنوب، قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون الذنب، يعني جعل الله سبحانه وتعالى الذنب سببا في العقوبة، جعل الله تعالى الذنب سببا في العقوبة. الذنب هو بتقدير الله تعالى، وجعله الله سببا في العقوبة الشرعية أو القدرية، كما جعل السم سببا للهلاك، وجعل النار سببا في الإحراق، فجعل الله تعالى الذنب سببا لعقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. قال: إلا بتوبتي، إلا من تاب فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه عقاب الذنب. يعني إذن الذنب بتقدير الله، وقضى الله تعالى أن الذنب سبب في العقوبة، إلا لمن تاب فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه العقوبة. قال: وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة. يعني وهناك أشياء هي من جنس التوبة ترفع العقوبة أيضا عن العبد، ترفع عن العباد عواقب الأفعال الخبيثة، يعني تدفع عنهم العذاب، وهي موانع العذاب العشرة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع، وذكرها ابن القيم، اللي هي الأشياء التي تدفع عن العبد عذاب النار. هناك عشرة أشياء تدفع عن العبد عذاب النار، منها التوبة، أو هي يعني التوبة والاستغفار،
والحسنات الماحية، يكون له حسنات تمحو إيه ذنوبه، والمصائب المكفرة، المصائب المكفرة يعني يبتلى بمصيبة فتكفر عنه ذنوبه، ودعاء إخوانه المؤمنين له حيا وميتا، وإهداء المؤمنين له من ثواب أعمالهم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعذاب القبر، يعني قد يعذب في القبر فيدفع عنه عذاب النار، وأهوال يوم القيامة، قد يعني بعض المذنبين يعني قد يكفيه في العقوبة أن يقاسي الأهوال في يوم القيامة ثم يدخل الجنة من غير عذاب في النار، أو يرحمه الله سبحانه وتعالى يعني ويتوب على من يشاء. إذا ذكر يعني أن التوبة ترفع العقوبة، وما كان من جنس المتاب. عدينا الايه التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المؤمنين وإهداء الثواب وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعذاب البرزخ وأهوال يوم القيامة وعفو الله تعالى يعني. فإذا وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة، ما هو من جنس التوبة يرفع عن العباد العقوبة يعني ويكون مانعا للعذاب. ثم ذكر إيه؟ قال كخير به تمحى الذنوب، كخير به تمحى الذنوب اللي هي الحسنات الماحية، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال إيه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، فهذا من إيه من موانع العذاب الحسنات الماحية، كخير به تمحى الذنوب، ودعوة تجاب من الجاني ورب شفاعة. فيقول ودعوة تجاب من الجاني، دعوة الجاني إذا استجابها الله تعالى، والدعوة هنا تشمل إيه الاستغفار، يعني استغفاره في الدنيا هو من دعاء الجاني المذنب، إذا دعا الله تعالى فاستغفره وطلب منه المغفرة فقد يجيب الله دعوته ويرفع عنه العذاب بسببها. ورب يعني وقد يحصل له الشفاعة، وقد تحصل له الشفاعة. عندكم مضبوطة وربا ولا؟ وربا هي ممكن تمشي وربا، ويجوز برضو نحن نقول ودعوة تجاب من الجاني ورب شفاعتي، رب مرد تأتي بمعنى رب الشيء يعني صاحبه، يعني قد تكون يعني وشفاعة الشافعين له يعني إذا استجيبت، يعني تقول رب الإبل ورب الدار ورب يعني بمعنى صاحبها أو كده يعني، فالشفاعة هي لله تعالى وحده، بس القصد يعني وشفاعة من يشفع له ويدعو له يعني. أيوة وربي نعم وربي شفاعة، يعني إذا ممكن تمشي ربا اللي هي للتقليل يعني، وقد تحصل له الشفاعة، أو يعني دعوة الجاني ودعوة صاحب شفاعة يشفع له يعني، فتشمل يعني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة المؤمنين، شفاعة القرآن والصيام. نعم القرآن يعني حجة لك أو علي، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما ويحجان عنه يوم القيامة. قال وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي، وقول حليف الشر الحليف هو الملازم للشيء، ف
فيقول وقول حليف الشر إني مقدر علي، يعني قول المحتج بالقدر ممن هو إيه ملازم للشر لا يفارقه إذا احتج بالقدر وقال الذنب أو الشر مقدر علي. فقوله هذا كقول الذئب هذه طبيعتي، فكقول الذئب إذا جاء الذئب وعدى على غنمه ولا أكل طفله ولا أكل غنمه ولا كذا، فالناس تقتل الذئب وتطرده، وإذا جاء يعتدي على غنمها تقتله، رغم أن العدوان هو في طبيعته، لكن ليس ذلك عذرا يمنع من دفع هذا الذئب الصائر على العبد وقتله ودفعه بالقتل وغيره اتقاء لشره. فإذا من يقول يعني انه في طبيعته الشر ويريد ان يعذر بذلك، فيقال له حتى لو كانت الشر طبيعتك فهذا ليس عذرا لك، والا لعذر الناس الذئب ولم يعاقبوه، لان الشر هو من طبيعته. فاذا لا تعذر بقولك بل تعذب على فعلك، وكذلك الحية والعقرب وكل مؤذن حتى لو كان الإيذاء من طبيعته فانه لا يعذر بذلك، بل هو اولى بالعقاب، يعني لان الشر طبيعته، يعني قالوا كان يعني من كان الشر يقع منه عرضا وليس هو من طبيعته فهذا قد يعني يعفى عنه، لكن من كان الشر طبعه وصفته اللازمه كان هذا ادعى لمزيد عقاب له واتقاء لضرره وكف لاذاه. يعني قال وتقديره للفعل يجلب نقمة كتقديره الأشياء طرا بعلة. وقالوا في بعض النسخ وتقديره للفعل يجلب نعمة، بعض النسخ يجلب نقمة وبعضها يجلب نعمة، ويمكن شرحها على هذا أو على هذا. يعني فقالوا وتقديره للفعل يجلب نقمة يعني يجلب عقوبة، يعني تقدير الله تعالى للأفعال السيئة يترتب عليه شرور ومصائب وعقوبات. كتقديره الأشياء طرا يعني جميعا، كتقديره الأشياء طرا بعلة، يعني كتقديره سبحانه وتعالى الأشياء جميعا بعلة. فجعل الله سبحانه وتعالى الإحراق سببه النار، والإغراق سببه الماء، والسم سببا في الهلاك وكذا، فجعل الله سبحانه وتعالى الأشياء مرتبطة بعلة، فجعل الأشياء مرتبطة بعلة، والأكل سبب للشبع والشرب سبب للري وهكذا، يعني الزرع يعني يزرع الإنسان ويحرس الأرض ويزرع وكذا سبب نبات الزرع وكذا إلى آخره، فجعل الله سبحانه وتعالى هناك أسبابا وتحصل نتائجها. فالله سبحانه وتعالى قدر أن تكون الأفعال السيئة سببا للعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. طيب على النسخة الثانية اللي هي تقول وتقديره للفعل يجلب نعمة، يعني لا يقدر الله سبحانه وتعالى شيئا إلا ومن ورائه نعم وحكم، فتقدير المصائب وتقدير الابتلاءات من ورائها حكم ونعم ومصالح تعود على العباد من وراء تقدير الله سبحانه وتعالى لهذه الأنعمة، يعني كل ما يقضيه الله سبحانه وتعالى ف من ورائه نعمة وحكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. يعني حتى تقدير الكفر على الكافرين وتقدير فيه نعمة على المؤمنين لأنهم يجاهدونهم فينالون أجر الجهاد، ويصبرون على أذاهم فينالون أجر الصبر على الأذى، والكفار يقتلون المؤمنين فينعم الله على المؤمنين بالشهادة،
وهكذا. وكذلك تقديره سبحانه وتعالى للمصائب على المؤمن فهي نعمة، لأنه إذا صبر عليه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء سببا وعلة يعني لشيء آخر يترتب عليه. قال: فهل ينفعني عذر الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرتي؟ يعني هل ينفع الجاني إذا قال هذا طبعي، إذا قال هذا طبعي الذي لا أنفك عنه، فهل يقبل عذره بذلك؟ هل يقبل عذره بذلك إذا قال هذا طبعي؟ وهل يكون ذلك سببا في إقالة عثرته؟ والإقالة هي الصفح والعفو عن العثرة. يعني هنا قال إيه؟ هل يقال، يقال هنا بمعنى من بمعنى يعني الصفح والعفو من الإقالة، يعني فهل تقال عثرته أي زلته بسبب أنه من طبيعته الإساءة؟ أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ أم كون هذا الأمر هو طبعه فهذا أوكد في حقه أن يذم ويعذب إذا كان طبعه فعل الشرور الشنيعة أي الفظيعة؟ فإذا استحقاق العذاب لمن كانت طبيعته فعل الشرور يعني أوكد ممن لم يكن الشر طبعه. يعني زي ما ذكرنا، لو إنسان طبعه فعل الخير لكنه زل في مرات عارضة وليس هذا من صفته ولا من طبعه، أخطأ وزل في مرات قليلة ثم رجع إلى طبيعته التي هي فعل الخير، فهذا أولى أن يعفى عنه. لكن من كان من طبعه الشر وهو يعني طبع أصيل فيه وليس يعني زلة عارضة، فهذا أولى أن يعذب ويعاقب. يعني الذي من طبعه الخير إذا أخطأ مرة الناس تسامحه وتعفو عنه لماضيه الحسن وكذا، لكن من كان من طبعه الشر فهذا أولى أن يعاقب. يعني يقول هنا يعني الغرض الرد على هذا الرافضي الذي يقول إنه مطبوع على الكفر والظلم والعدوان ف ليس له حيلة في ذلك، ويطلب بهذا أن يعفى عنه وألا يعذب ولا يعاقب، لأن هذا شيء يعني هو جبل عليه وهو مطبوع عليه. يقول بالعكس، كونك مطبوعا على الكفر والضلال والظلم والعدوان هذا أولى أن تكون يعني عقوبتك أشد. فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة. هنا يعني ابتداء من هذا البيت الشيخ الإسلام رحمه الله يسدي النصح للسائل بما فيه نجاته وسعادته، يعني بعد أن يعني أجاب عن شبهته ينصحه بالرجوع إلى الحق والرجوع عما هو فيه من الضلال والانحراف. فيقول: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى، ترجو من الرجاء وهو يعني ظن حصول ما فيه مسر، ظن حصول ما فيه مسر. فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله، يعني يخلصك من نار الله سبحانه وتعالى العظيمة، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة. فدونك يعني إلزم أو اقصد، دونك يسمى اسم فعل أمر بمعنى إلزم أو اقصد رب الخلق، إلزم رب الخلق وتوجه إليه، فاقصده ضارعا، اقصده يعني توجه إليه ضارعا من الضراعة وهي الخضوع والذلة والمسكنة، فاقصده ضارعا
مريدا لأن يهديك، يعني توجه إلى الله سبحانه وتعالى واطلب منه أن يهديك نحو الحقيقة، يعني إلى جهة الصواب وإلى الحق في هذا الأمر. يعني إذا كنت تريد السعادة وتريد النجاة فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى واسأله أن يهديك، كما ورد في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدي. نعم. أن تجاب يعني تجاب دعوتك ويجاب طلبك، وتجاب يعني يحصل لك قصدك ومرادك. يعني إذا كان غرضك من هذه الاستشكالات التي استشكلتها تقول كيف يقول السائل يعني أنه كيف يعذب وهو لم يفعل هذا الشيء باختياره وكذا، فإذا كنت تريد النجاة وأن تدفع عنك العذاب فإذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى وسأله الهداية فإن الله تعالى سيهديك. قال: وذلل قياد النفس للحق واسمعا ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة. وذلل قياد النفس يعني صير نفسك ذلولا، يعني مذللة خالية من الصعوبة. وذلل قياد النفس للحق، اجعل نفسك إيه؟ منقادة للحق، تابعة له، قابلة له ممن قال به. واسمعا يعني واسمعا، السماع هنا اللي هو السماع الذي تحصل به الفائدة. يعني مرات الله سبحانه وتعالى يذكر عن الكافرين والمنافقين أنهم إيه؟ صم، ولهم آذان لا يسمعون بها، مع أنهم يسمعون السماع الحسي لكن لا يستجيبون لما يسمعونه فنفي عنهم السماع. فعندما يقال له اسمع يعني اسمع، مش المقصود أنه يسمع ويعرض، وإنما المقصود إيه؟ اسمع يعني استجب لما تستمع إليه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، يعني لا تعرض عن الحق. فالفكرة المستقيمة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في آياته الكونية وآياته الشرعية، تفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيستدلون بالآيات الكونية وهي خلق السماوات والأرض على قدرة الله تعالى وعظمته وحكمته وصفات كماله، وكذلك التفكر في الآيات الشرعية هو بتدبر القرآن الكريم وتعقله. فالفكرة المستقيمة هي الصراط المستقيم الذي يهدي إلى الجنة وإلى رضوان الله تعالى، فيقول له لا تعرض عن الطريق المستقيم. وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعته. وما بان يعني وما ظهر واتضح من حق فلا تتركنه، ما ظهر واتضح من الحق والهدى فلا تتركنه، بنون التوكيد يعني لا تترك ما ظهر لك من الحق، ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعته، يعني لا تعصي من يدعو للشريعة القويمة. والله يدعو إلى دار السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يعني لا تعصي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يدعو إلى الحق والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا إيه؟ يدعو إلى الحق. والمؤمنون كذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فلا تعصي من يدعوك إلى الحق، لا تعصي دعوة الله تعالى ولا دعوة الأنبياء ولا دعوة المؤمنين الذين يدعونك للشريعة القويمة، فلا تعصيهم. قال: ودع دين ذي العادات لا تتبعنه وعج عن سبيل الأمة الغضبية. ودع دين ذي العادات، اترك دين ذوي العادات ولا تتبع دينه. ويشير بهذا الى يعني الوثنيين ومن شابههم، يعني كمشركي قريش ومن صار على طريقتهم ممن كانوا دائما يحتجون بايه وجدنا اباءنا على امه، انهم ايه هكذا وجدوا اباءهم وهذه طريقتهم، ويحتجون بذلك من اجل ان يستمروا على ما هم فيه من الضلال. فاترك دين ذي العادات، يعني ذي العادات الشركية والضالة والمنحرفة
ممن يحتجون بأنهم وجدوا آباءهم على طريقة وأنهم سائرون على ما تعودوا عليه، لا تتبع دينه. وعج، ومعنى عج يعني ارجع عن سبيل الأمة الغضبية. والأمة الغضبية هي أمة اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فيقول له وعج، وعج معناها ارجع عن سبيل الأمة الغضبية، يعني اترك طريق الأمة الغضبية، يعني اترك طريق اليهود. بالنسبة لذي العادات أو ذو العادات اللي هم مشركوا قريش ومن شابههم، هؤلاء كانوا يحتجون بالقدر على المعصية، يعني مشركوا قريش كانوا مثل الجبرية يحتجون بالقدر على المعصية، وذكر الله تعالى هذا عنهم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما أشركنا. فكانوا يحتجون بالمشيئة على شركهم، إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الهدى فيقولون إنهم طريقتهم هذه والدين الذي هم عليه هذه مشيئة الله، فيحتجون بالمشيئة على الاستمرار على ما هم فيه من الكفر والضلال. وإذا بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الميتة وتحريم ما ذبح للأوثان، فيقولون إيه لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يقولون. وكذلك كانوا يحرمون أيضا أشياء، يعني كانوا يحلون الميتة التي حرمها الله ويحلون الذبح للأصنام، ويحرمون السائبة والوصيلة والحام، أنواع من الإبل والبقر والغنم، فيحرمون أنواعا منها ويمنعون أكله وكذا. وإذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق في هذه الأبواب يحتجون بأنها مشيئة الله، وأنه لو شاء الله لما حرموا هذه الأشياء ولما أشركوا بالله تعالى. بالنسبة لليهود، يعني نقل هنا الشيخ الحمد يعني أن اليهود لهم في القدر مذهبان، مذهب الربانيين ويقال لهم الفريسيون، هؤلاء ينفون القدر، هؤلاء ينفون القدر زي طريقة المعتزلة كده، يقولون إن الله تعالى لم يقدر الشر على العباد. وقسم آخر من اليهود وهم القراءون، وهم القراءون وهؤلاء جبرية، هؤلاء جبرية. فاليهود فيهم فرقة جبرية وفرقة قدرية، الفرقة القدرية اللي هم الربانيون، والفرقة الجبرية اللي هم القراءون. وقالوا قلوبنا غلف. نعم، طبعا هنا فيها تفسيران، في تفسير غلف يعني بمعنى يعني امتلأت علما، وتفسير الآخر اللي مطبوع عليها، عليها غلاف يعني لا يصل إليها الحق. قال ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية. قال ومن ضل عن حق، ومن ضل عن حق وهم النصارى الضالون. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال قرأ آية الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فاليهود عرفوا الحق وحادوا عنه، والنصارى لم يعرفوا الحق. ولذلك قال بعض السلف من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فيقول ومن ضل عن حق، يشير إلى النصارى الأمة الضالة، فلا تقفونه من الاقتفاء، وهو الاتباع، والاقتفاء مأخوذ من اتباع القفا، يعني إذا كان الشخص أمامه وهو يسير خلفه فيكون ناظرا إلى قفا من أمامه، يعني هو يسير خلفه، فقال اقتفى أثر فلان، يعني صار ناظرا في قفا الشخص الذي أمامه ويسير متبعا له، ثم صار يعني يطلق اقتفى أثر كذا يعني اتبع، أو اقتفى كذا يعني اتبعه. فقال فلا تقفوا النوع، يعني لا تتبع دين النصارى.
وأيضا النصارى لهم في القدر قولان، النصارى الشرقيون اللي هم اليعاقبة، فهؤلاء إيه يقولون الإنسان مخير، الإنسان مخير. والفريق الثاني اللي هم النساطرة، فهؤلاء يقولون بالجبر. الفريق الأول قدري اللي هم اليعاقبة، قدريون يعني ينفون القدر، ينفون القدر، أن ينفون أن يكون الله تعالى قد قدر أعمال العباد، فهؤلاء اللي هم اليعاقبة. والنساطرة أو النسطوريون، فهؤلاء يقولون بالجبر، يحتجون بالقدر على المعصية. وجاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أن معبد الجهني الذي كان أول من قال من المسلمين إيه بالقدر وأشاع القول بالقدر، أخذه عن رجل نصراني اسمه سوسن، رجل نصراني اسمه سوسن، فكان من القدرية، يعني من اليعقوبيين أو اليعاقبة. فسوسن النصراني هذا كان من النصارى القدرية، وأخذ عنه هذا المعتقد معبد الجهني، وكان أول من إيه قال بالقدر يعني في المسلمين. نقول فلان قدري يعني ممن ينكر إما المراتب الأربعة أو بعضها، اللي هي أن الله تعالى علم الأشياء قبل حدوثها وشاء وكتبها وشاءها وخلقها، فينكرون المراتب الأربعة، يقول أن الله تعالى لم يعلم الشر ولم يكتبه على العبد ولم يشأه ولم يخلقه، فيقول ما يفعله العباد من الأعمال إما يعني كل ما يفعله العباد أو ما يعملونه من الشر والسوء والمعصية وكذا، وما يحصل من المصائب وكذا، كل هذا ليس من تقدير الله، لم يشأ الله ولا كتبه، وأنه حصل رغما عن مشيئة الله وكذا. فهؤلاء القدرية أتباع لفرقة من النصارى. قال ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية، والمعدلية هي العدل يعني، والمعدلية هي العدل والقسط، فقد زن ما عليه الناس بالعدل والقسط، يعني انظر في أقوال الناس وأقوال الفرق وبالقسط والعدل، فأحيانا تكون الفرقة وافقت الحق في بعض ما قالوه وخالفوا الحق في بعض ما قالوه. دائما يعني المذهب الحق دائما يكون وسطا بين إفراط وتفريط، يعني ناس غلوا في جانب الإفراط وناس غلوا في جانب التفريط، ويكون الحق يعني وسطا وعدلا. كان هذا آخر البيت رقم 90. إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله نكمل ما تبقى من الأبيات بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.